يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ الإنسان بنيته ما لا يبلغ بعمله؟ لا أعرف هذا، ولكن النية لا شك عليها مدار عظيم، فإذا عجز عن العمل وهو ينوي لو أنه قوي أنه يعمله يكتب له أجر العامل، مثل الذي كان يقوم الليل ومرض ولا قام بسبب المرض يكتب له قيام الليل، اللي يغزو في سبيل الله ويجاهد ولا تمكن من الغزو بسبب المرض يكتب له أجر الغازي. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن في المدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا كذا وكذا إلا وهم معكم حبسهم العذر. حبسهم العذر. نعم.